اليوم في برنامج ولاد البلاد دائما وكيحضر معنا الفنان عندليب الاغنيه الشعبيه الفنان عبد الله الدودي اللي كنجدو به الترحاب دائما باسمكم مستمعينا. والدودي الله جا من واحد الرحله كانت في الديار ديال قطر، شاركتي في مهرجان اللي سميتو مهرجان ربيع سوق وقف. كيفاش دازت التجربه عبد الله قطر؟ وصراحه هاد التجربه هادي دازت زعما كان واحد الحمل ثقيل كما كنقولوا، لانك اول فنان شعبي غادي يشارك في مهرجان في دوله عربيه. كيفاش تختار اسم؟ فهمتيني جاتني كيفاش بحال تخلعت منا كما كنقولوا، معنا بلاطو فيه كاظم ساهر، فيه مجد مهندس، فيه عمر ديا، فيه نجواك، فيه احلام، فيه نونسي عجران، يعني باش تحط. وعطوني السهره الختاميه، شنو السهره الختاميه؟ صراحه كانت شويه الخلعه، ولكن الجمهور المغربي هو اللي نجح السهره بصراحه، وتكلاصات هي السهره الاولى اللي تكلاصات، هي الرقم واحد. وعطوك يعني الدرع ديال التكريم ديال نجاح المهرجان اللي غادي يشوفوا معنا كذلك المستمعين الكرام اللي كيتبعونا الان مباشره. الدرع اللي سلموه السي عبد الله الدودي واللي ما كيشوفناش مباشره عباره على عود، ياك عود، ويعني جميل، مكتوبه فيه مهرجان ربيع سوق وقف 2013 الفنان الدودي. ومن غير المغاربه عبد الله، الجمهور كذلك الخليجي واش كيتفاعلوا معاك ملي كتقول الاغنيه كتكون يعني دابا بحال كما قلتي ان الجاليه المغربيه فرضت عليهم انه اللي صاحبه في الخليج، كاين في قطر، سواء في قطر ولا في الامارات ولا في شي حاجه، لان كيفرض عليه انه كيطلع مع الطوموبيل يسمعوه كيقول هذا واحد المغني شعبي في المغرب، كيف كيولي كيحبوا في الاغنيه ديالنا الشعبيه، حيت الاغنيه الشعبيه ديالنا معروفه. وتا الانجاح هذا النجاح اللي نجحت هذه السهره هذه عطات فرصه انه دابا ان شاء الله غيحاولوا فنانين مغاربه كبار غادي يوليو يشاركوا تما في مهرجانات. بحال كانوا متخوفين هما من الاغنيه الشعبيه، كانوا والحمد لله تبتات انها اغنيه كبيره ان شاء الله. نعم، اذا بالتوفيق ان شاء الله، وانت دائما موفق هنا في المغرب وكذلك خارج المغرب. وسبق ليك انك شاركتي في العديد من الدول في اوروبا، تلاقيتي مع الجاليه المغربيه، شاركتي في العديد من السهرات، ولكن الجمهور المسلم اليوم عبد الله بغيت نقاسم معك شي حويجه، تعرف شي حويجه على الدودي. مرحبا الدودي، اش ندوي على الدودي الكويري؟ لا اللي بغيت، المهم انا راه الاشاره كيما بغيتي تقول. مرحبا، يعني معروف عليك انك مشارك في واحد الفرقه ديال كره القدم ديال الفنانين، مجموعه ديال الفنانه. نعم، فيها سعد سولي، فيها سعيد موسكير، مصطفى بورغون، طارق خالدي، فيها ابراهيم الزهري، فيها عمر، فيها يوسف جندي، فيها كان كيلعب فيها هشام بهلول، باش يسمعوا الناس كاملين ويعرفوا الحقيقه. انا خالد هو اللي عطاني لو سي دي، عطاني السي دي، قال لي هذا السي دي غنيه مرحبا. الغلط اللي ارتكبت انا بغيت ندعم واحد الفنان يلاه بادي، قلت الاسم ديالو ونسيت الاسم ديال السيد اللي عطاني السي دي، فهمتي؟ خالد الطالياني ملي خرج السي دي ما لقاش فيه الاسم تاعو. انا راه الاشاره انا مستعد، انا عيط لي اي واحد انا نقدر نجاوبو، ما كاينش مشكل. انا صراحه انا صراحه انا تكتبات في الجرائد، تكتبات انا الدودي سراق، الدودي كذا، فين هي جينا نهضروا في البنود ديال القضاء، فين هي مواصفات صريحه باش غادي تطبق عليك بعد الفصول كذا كذا كذا، فين هي المهم تكتبات الجورنات. كانت فاجا انا ما بغيتش نجاوب، عرفتي علاش ما بغيتش نجاوب؟ انا كنقول عبر الاثير ما بغيتش نجاوب، حيت ما بغيتش السيد دار فيا الثقه وعطاني الاغنيه، واخا هو اتهمني في نفس الوقت انني انا شفرتها ليه كما كيقول سرق. ديك سرق عندها بزاف ديال الحوايج، حضرت راسي وخليتها ربي، وربي بين الحق، لان هذا خالد الطالياني كان مدعمو فنان كبير، كان مدعمو وعطاه 5000 درهم، قال لي هذه غادي تديها للمحامي وتدعي الدودي.